الايفون، جانا واحد ايفون 4S في كوبسين، ودابا بغينا نديرو التشخيص ديال نحاولو ديال التشخيص ديال العرض فين كاين، هو طاح في الماء ومكيشتغلش يعني في كوبسين، نشوفو فيه كيفاش الطرق اللي غادي نبداو بها الكلى. أنا أستاذ غادي نحاولو نشوفو واش كاين شي منطقة اللي فيها الكالكير، بعد ما كنكونو كنحيدو الأرشيف هنا لاحظنا راه كاين حنايا كاين هذا البلاصة هادي، نحاول أنني نزيد نوضح أكثر وأكثر وأكثر حتى نلقى الميكروسكوب. التنظيف الجيد الشتاء مرة هكذا مرة هكذا هذيك صفحة. الله يبارك فيك. يعني في كل اتجاهات غادي نحاول. السلام عليكم. وعليكم السلام. بعد ما قمنا بالتنظيف غادي نشوفوا قياس المملعة على رشة الطارية. هنايا كيعطيني قيمة ديال 379 مزيان، ولكن من الناحية الأخرى يعطيني قيمة متدنية، يعني مازال كاين تسريب، يعني مازال ما التليفون مازال ما مقدش. زدنا قمنا بالتنظيف ديالو جيدا، شوف دابا شنو يعطينا. هنا كان في الاول كان كيعطينا بازار فريش عالية، من بعد مبقاش كيعطينا بازار، يعني القطع اللي هي كانت مصدر دار الساعة مبقاش، ولكن نشوف دابا تبقينا نشوفو كذلك من الناحية الأخرى. مسألة متدنية إذن نمشيو نشوفو مع في الباور سبلاي كيفاش، نمشيو نشوفو المنطقة اللي كتسخن، عندكم كابلة بحال هكا يمكن تعملها في الباور سبلاي، يعني يعني غير باش نشوف داك الجلسة العادية. المنطقة اللي كتسخن عندي هنايا، يعني في الاي سي باور بالضبط،
ديك الاي سي باور والحراره مرتفعه. بعدين غادي نحاول ان نتعامل في هذه المنطقه هذه عندي هنايا الحراره عاطيني، ولكن ضروري خصها ربما بعض المرات تجيني الحراره هذه بحسب ان هذه لا خاص وهي تكون منفصله اخرى، لان الحراره يمكن لها تحس بها من فوق ومن تحت دم الفاس. بالك احس بها هنا كنحس بها هذيك هذيك هنايا الأغلبية مزيان شيو شو هالقطاع تاعو ذلك مزيانين. إذا غادي يكون صافي الحرارة هنايا هاد المنطقة هادي نشوفو المنطقة المعاكسة نشوفو القيس في هاد المكتفات كيعطيني بزر هنا هادو كاملين كيعطيني فيهم بزر. باش غادي نتعامل معاهم نزيد نتيقن ونتحسس المنطقة اللي هي مضروبة مزيان والمكتف اللي هو مضروب. غادي نحاول نرفع هاد الأرفشيل هذا غادي نحاول نرفعو باش يسهل عليا التعامل مع هذا القطع الصغير. واخا نقد شوفو ملي تحسس مزيان المنطقة اللي هي كتسهل ندير غير شويه ديال الارشيف باش نفهمو يسهل عليا. يمكن كل هذا شفت تسخن هذا تسخن مزيان دابا سخنات نخليها حتى تسخن مزيان بعد سميتو هاد القطعة هادا باش ميطيحوش. شوف دابا سخونية مزيان بعد ما زولنا الأرشيل بعض المرات خصني نقيس بعد ما نزول القطعة هذه بعض المرات غير بالحرارة كيتقاد الأمر. غادي نشوفو واش مازال عندنا نفس المشكل أو أنا اعتقد إلا مازال نفس المشكل غادي نحاولو أننا نتعامل معاه. هنا القيمة متدنية لأن الحرارة مازال سخونة
واحدة واحدة شو لكن ما شفتها ساعدة شوفوا من هذه الناحية لما ظلنا فيما تنسل أني أكثر وأكثر لما ساسق كتبرسوا ما حتى كتبردوا هي كتبرد أخذ سنة واحدة ما تبرد ونكملوا العمل بعد ما قمنا يعني بإزاحة الأرخين نحاول نشوف هذه القطع هذه نشوف حتى هذه الملفات هذو مزيانين كيعطيونا بازار مزيان الملفات الملف خصو يعطيني بازار فهمتي ومن كنوقفو على الأرضي ما خصوش يعطيني بازار كذلك نسييو لا مزيان أعطينا قيمة من ناحيتين مزيان هنايا هاد المكتفات هادو خصو في الناحية يعطيني بازار ومن ناحية يعطيني قيمة هما لا يعني مضروبين وكنشوف ان هاد الصف هذا كله مضروب اول قطعة غادي نبدا بها اللي شكيت فيها انايا بزاف هي هاد المكتف هذا هاد الرجل هادي كحلة يعني مضرورة بزاف اكثر من الاخوات ديالها غادي نحاول انني نزع هاد المكتف ونزعو بوحدو وغادي نقيس ماشي انني نزع هادو صافي حيت كلهم كيعطوني بازار نزعهم كاملين لا قطعة بقطعة ونشوف داك الساعة خليه على ما يبرد نتعامل معه ونشوف القطعة الأخرى إن شاء الله بعد ما نزعنا المكتف هذا من هذه المنطقة هذه نستنينا على ما برد شوية ما تسخن شوية المهم نشوفوا نديروا غير القياسة الأولية لاحظتوا ما بقاش كتعطيني هذه القطعة هذا بازار ما بقاش كتعطيني بازار إذا نشوفوا من هنايا شنو يعطيها القيمة رجعت كما كانت اذا كان هذا المكتف هذا هو اللي كندير ليه الطلب غادي نمشيو دابا حنايا سميتو بعد ما غادي ندير له التنظيف باش يبان مر في الشاشه ان شاء الله واحد التنظيف هنا غادي نشوفو داك القطعة اللي نزعنا سميتو ولكن دابا غادي نشوف انا هاد المكتف واش عنده شي دور واش يمكن يستغنى عليه ولا خصني ضروري ندير له معوض الا كان خصني ضروري معوض راه لابد نقلب على يعني المكتف بورد يعني في اي بوردة او في البوردة بحالها وباش نعرف اي بوردة غادي ندخل ونشوف المكتف هنا فين غادي ندخلو ونخدمو بطريقة عمليه يمكن لي انني مثلا كانت عندي بوردة بحالو بلا ما نحتاج لا الشيما ولا انني بهات ولا حتى شي حاجة طريقة سهلة بالنسبه للناس اللي ما كيعرفوش يتعاملوا مع المخططات وكيلقاو صعوبه انهم يتعاملوا معها هذا الطريقه سهله وبالنسبه للناس اللي عندهم كذلك صعوبه انهم يتعاملوا مع المخططات وعندهم دونك زد اكس دبليو اللي تسمى التسويق ديالو يمكنهم كذلك انهم يسهل عليهم هما اللي غادي يتعاملوا دابا وغادي نقولوا كيفاش يتعاملوا مع هذا الزد اكس دبليو وشنو هي الاهميه ديالو في نفس الوقت هاد المشكل اللي وقع دابا وكيفاش سمينا الحل ديالو راه في اي جهاز يكون عادي كيف ما بغى يكون سواء سامسونج عادي سامسونج ما فيه لا كاميرا لا كاخ نفس المشكل كنتعامل مع اي جهاز لانني قمت بواحد الفيديو وكذلك في جهاز عادي بالنسبه للناس المبتدئين يسهل عليهم كيفاش التعامل معاه ان شاء الله غادي نطرحو كذلك في الفيديو هذا نتمنى الله خير ندوزو لسميتو الاخر شي هو سيدي الكابتس هيا غادي نشوف هاد المكتف اللي هضرنا عليه واش يعني يمكننا نستغنى
عليه ولا لا؟ وعلى كنفوا دائما بالنسبه للناس اللي دائما كتزيد منك باش نتعامل مع الدوله بالرغم انه يضروا الشريط وربما ماشي كافي. انا كما كتشوفوا هذا مكتف سي 267 كنوقف عليه كما قلنا قريب انك ضغط زر على الماوس. شوف يعني هذا الرجل السالبة يعني النقاط الحمراء اللي كتشوفوها يعني سالبين في البورطة. نشوف المنطقة الأخرى يمكننا نستغنى عليها. علاش يمكننا نستغنى عليها؟ لأن كاين قطع أخرى كتنم عليها، ولكن في نفس الوقت اللي بغى يركبو كان أفضل أن كل حاجة عندها واحد الطور. إذا غادي نشوف واش نزيدو أننا نديرو واحد نطبقو هاد الكلام اللي قلنا أنه واش يمكننا نستغنى عليه ولا ميمكنناش نستغنى عليه. غادي نسيبك واش كلامنا على صلوات او لا؟ نحاول نسيب ان شاء الله ونشوفو واش يمكننا نستغنى عليه ولا لا. نعم انتما كما كتشوفو هذه هي القطعه اللي بدنا نشوف بدل البلاستيك باش ما يوقعش لاماس. هذا هما المكتف اللي نزعناه يعني ما ركبتوش باش نشوف واش يمكننا نستغنى عليه. حنا ان شاء الله غادي نحاولوا نركبوه ونردوه. الجهاز أولا اشتغل كما كتشوفو كما كتشوفو هو هذا الجهاز. هانتوما ها القطعة مازال مركباش، هاهي هاهي القطعة مازال مركباش، مكتب مركبناش. المهم إلا عجبكم الفيديو قوموا بالمشاركة ديالو. السلام عليكم.